معاليك راح أبدأ مباشرة في الأسئلة. تقودون في إمارة دبي قطاع مهم جدا، القطاع الصحي، قطاع يستثمر في مليارات الدراهم، يخدم ملايين البشر. أتحدث عن توجهات مستقبلية مهمة جدا، السياحة العلاجية وما إلى ذلك. في خضم كل هذه المسؤوليات تركزون على الشباب. لماذا الشباب؟ أنشأتم مجلس الشباب في هيئة الصحة، تستثمرون في الشباب صغار السن، تبتعثونهم للدراسة، دراسة الطب وما إلى ذلك. لماذا هذا الاهتمام الكبير بالشباب؟ مثل ما ذكرت أنا وقلت، رهان للمستقبل على التعليم، أو صمام المستقبل هو التعليم، فرهان في المستقبل على الشباب. معاليك، حتى ولو كلفكم هذا، تتحملون أخطائهم لقلة الخبرة، تطولون بالكم إلى أن يعني يكون شاب ناضج يكتسب خبرة كبيرة، في حين أنك تقدر. أولى قواعد التدريب التعلم بالخطأ. أنا أقول هذه من خلال تجربتي، أني كنت كمدرب، اللي يشتغل في الموارد البشرية ويعرف أصول التدريب، أولى مفاهيم التدريب هو التدرب بالخطأ. لازم عشان تبدأ وتشتغل لازم تغلط في البداية، لكن أنت عليك شو تستفيد من الخطأ مالك. فهذه نصيحة للشباب، أن حتى لو أخطأوا عليه أن لازم يكون لهم موجه ولهم مرشد، وهذا البرنامج هو برنامج موجه، فعليه لازم أن يكون يعني للشباب أن في البداية أنا متأكد أن في الغرب يسمونه كوتشينج، لازم يكون لهم من يعينهم، وهني مطلوب من المدراء والمسؤولين أنهم يعينونهم على كل ما يواجهونه من صعوبات أو تحديات، ويرشدونهم إلى الطريق والدرب الصحيح. معاليك، إذا ما تكلمنا عن الموجهين، أبغى نتكلم عن القدوات. في دولة الإمارات لدينا تجربة رائدة في خلق قدوات ناجحة لشباب دولة الإمارات، ابتداء من أصحاب السمو والشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى لحكام الإمارات، إلى القيادة السياسية وقيادات دولة الإمارات. أهمية وجود قدوة للشاب الإماراتي ليكون شاب ناجح. الإنسان أو الشاب الإماراتي اللي يعني يشوف النماذج اللي موجودة اليوم، في نماذج ذكرتها، نماذج حية، هناك قيادة دائما توجه إلى العمل الصالح وإلى البناء السليم، قيادة تشارك الناس بكل مناسباتهم. وأكبر دليل مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالأمس، نعم، المنتخب بتعزيز روح الفريق وروح النجاح وروح التفوق وروح النصر. هذا إذا أنت اليوم عندك قيادات تعزز هذه كل الاتجاهات في بناء الوطن. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دائما الحقيقة حريص على تعزيز الشباب وفرق الشباب، وأيضا ودولة الإمارات الحقيقة بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أصدرت وأنشأت مؤسسة مختصة، نعم، للشباب ولي يعني لبنائهم ولتوجيههم، وأيضا عينت وزيرة مختصة هي وزيرة لشؤون الشباب. فهذا تأكيد الحقيقة على أن الدولة ماضية في تعزيز هذا الاتجاه وفي تعزيز هذه القيم، على الشباب الحقيقة أن يتحلون بقيم نافعة لهم، وإذا كانت نافعة لهم بالتأكيد راح تنفع مجتمعهم، وأول شيء بتنفعهم هم، بتنفع أهلهم، بتنفع مجتمعهم، وبتنفع بلدهم. جميل. معاليك، في كلمتك تكلمت عن التطوع، نبغي نسترجع معاك بعض الذكريات والتجارب السابقة في مجال التطوع، وأبرز المواقف اللي فعلا أثرت فيك ونمت فيك بعض الجوانب أو المهارات من التطوع. احنا انشأنا جمعية أصدقاء البيئة في فترة مبكرة، كان في أثناء الغزو على الكويت،
وكان فيه حقيقة مجموعة من المهتمين، وقد يكون بعضهم موجود حتى هنا في القاعة هذه. وعقدنا اجتماع في مكتبة راشد، وكان الهدف الأساسي بإنشاء جمعية تحافظ على البيئة. وتكللت الحقيقة هذه الجمعية بالنجاح كإنشاء يعني أول جمعية تقوم بهذا الاتجاه. وما في شك أن نحن في تلك الفترة كنا ننعم يعني بفكر مؤسس دولة الإمارات الشيخ سايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه، لأنه هو رائد من رواد البيئة، فهو كان نموذج للحفاظ على البيئة ونموذج لزيادة الرقعة الخضراء، ويعني وكان القيم اللي يحملها تجاه البيئة هي يعني دافع وحافز لأولئك المجموعة. فأنشئت الجمعية بتلك الفترة. في البداية واجهت بعض التحديات لأن الفكر ما كان يعني واضح لدى الجميع، وحصلنا على بعض العقبات، لكن فيما بعد الحقيقة رأينا أن المجتمع بشكل كامل يعني بالتشريعات، بإنشاء مؤسسات، بإنشاء دوائر أو جهات، الكل بدأ يتفاعل مع البرامج التوعوية، وأصبحت اليوم عندنا جهات ومختصة، وأصبح الناس يحملون اليوم الحقيقة كثير من الفكر البيئي. والحمد لله أصبحت بلدنا اليوم نموذج، وهذا كل يعني نموذج بيئي ناجح. وأتى أساساً الفكرة التطوعي أتى من فترة مبكرة يعني في هذا الاتجاه. فأنا أعتقد أن الفكرة التطوعي و يعني راح يظل داعم لأي تحول، يعني تحول في مفاهيم المجتمع. فبالتالي أنا من هالمنصة أدعو الشباب دائما إلى التفاعل مع أي طرح أو اطروحات للعمل التطوعي، لأن العمل التطوعي يعني راح غير عن أني بيعمل لك، هذا راح يعمل لك راحة ذاتية وراحة نفسية جميلة في خدمة مجتمع جميل. معاليك، نرجع لهيئة الصحة بدبي ومنظومة العمل الشبابي في هذه الهيئة. قبل سنة بالضبط في مثل هذا المنتدى أطلقتم مجلس هيئة الصحة للشباب، وكانت لها بعض الفعاليات والأنشطة مثل فحص أو علاج الأطباء العمال مجانا في عام زايد، إضافة إلى جهودكم معاليك في هيئة الصحة لجذب الشباب لدراسة الطب، فنتحدث عن هذا الجانب أكثر. والله دكتور خالد موجود ما شاء الله، وأيضا زملاء الدكاترة والدكتورات في، وكان المجلس الحقيقة يعني مجلس متكامل ومتناغم في كل التخصصات، ويقومون بجهد طيب الحقيقة بالتعاون مع أساتذتهم من الدكاترة، سواء كانوا الدكاترة رؤساء الأقسام في المستشفيات أو حتى مدراء المستشفيات، ويستفيدون منهم، يستفيدون من تجربتهم، وينقلون أيضا هم بعد تطلعاتهم هم للمستقبل. فما في شك أن الصحة اليوم محتاجة إلى نظرة يعني ثاقبة، ونظرة أيضا ملمة بالتغيرات التي تستوي في العالم كله، لأن بالطبيعي راح نلاقي يوم بعد يوم كثير من الأنظمة راح نلاقيها تغيرت. فالشباب راح يشكلون لنا جسر في هذا التحول وجسر كبير في هذا التغيير. جميل. معاليك، تكلم عن الرياضة، تترأس معاليك اللجنة الأولمبية الاتحادية، تكلمت عن الرياضة وأهميتها، يعني شوف تخبرنا عن الرياضة كيف تفيد الشباب ليكونوا شباب ناجحين فعالين في المجتمع. يعني ممارسة الرياضة يوميا نص ساعة أقل شيء راح تعطيك طاقة
وروح إيجابية لتكملة يومك ولتكملة أيامك الباقية. فأنا الحقيقة يعني أنا غير ما راح أتكلم عن الرياضة الرسمية، ولكن ممارسة الرياضة جزء مهم في يعني ليس في صحة الإنسان، وأيضا الإنسان الرياضي راح يكون في ذهنية سليمة أو في لياقة صحية سليمة بدنية سليمة، لكن أيضا راح يشعر أيضا بشعور ذاتي سليم، وراح يكون عنده أيضا مكونات الفريق الواحد والعمل الجماعي جزء منه. فأنا دائما الحقيقة أميل وأشجع الناس اللي يمارسون الرياضة، وأي شيء تقدر تسويه في الرياضة بدءا من المشي والحركة إلى أي رياضة متخصصة هو شيء نافع للإنسان. جميل معاليك، في كلمتك الملهمة حقيقة تكلمت بجانب كبير عن القيم، القيم الإماراتية لها طابع يمكن يميزها عن باقي الدول، بعضها مستمد من الدين الإسلامي وبعضها من المجتمع العربي، ولكن هناك قيم يتميز بها عيال زايد فقط. أهمية ارتباط شبابنا بهذه القيم والتمسك فيها مهما علوا في مناصبهم أو تنوعت خبراتهم. القيم هذه يعني بعضها من الموروث، والبعض الآخر يعني طرس من الإيمان، والبعض الآخر أتى من التعلم وأتى أيضا من التجارب. والبعض الآخر أصبح اليوم من ضمن متطلبات العصر، متطلبات العصر أصبحت علينا، ومتطلبات العصر في الإدارة الناجحة وفي المؤسسة الناجحة، فتتطلب أن يكون هناك الأفراد اللي فيها يحملون من القيم لتعزز من رفع أداء هذه المؤسسة، وتعزز أيضا من تلاحم هذا المجتمع، وتعزز أيضا من يعني توثيق لحمة العامة لهذا المجتمع، وتخليه دائما مجتمع سعيد ومجتمع منتج ومجتمع أيضا مواكب للعصر. جميل معاليك، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه دائما يؤكد على أهمية فرق العمل، ودائما ما يترك محفل إلا ويعتز بفريق عمل الكبير، كل موظفي حكومة دولة الإمارات والإمارات المحلية. يعني رأيك أنت في أو نصيحتك للشباب في أهمية الاعتزاز بفريق العمل والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المشاريع التنموية الحقيقية في دولة الإمارات؟ أنا أكدت عليها هذه القيمة، وهذه من دائما وأكد عليها في هذه المناسبة وفي كل مناسبة أكون فيها موجود، أني علينا أن نكون نحن فريق واحد وفرق عمل متكاملة لتعزيز الأداء بتناغم وبانسجام وبأدوار تكاملية. جميل معاليك، استراتيجية جذب الشباب لدراسة الطب في هيئة الصحة، لديكم برنامج الطبيب المقيم وبرامج لجذب الشباب لدراسة الطب، نبغى نتكلم أكثر عن هذه الاستراتيجية وجهود الهيئة في دعم الشباب لدراسة الطب. حقيقة يعني هناك في إدارة الموارد البشرية عندهم مجموعة من المبادرات لجذب الشباب واستقطابهم، سواء استحداث برنامج طب وعلوم أو برامج الإقامة أو البرامج التدريبية أو التعاون مع الجامعات والكليات المختلفة لتدريبهم وتأهيلهم، لأن هناك يعني وضعت مستهدفات لزيادة المواطنين وزيادة نسبة الشباب في بعض التخصصات. فأعتقد أن هناك كثير من المبادرات الموجودة في هيئة الصحة إن شاء الله تمشي وفق المسارات المطلوبة وتبلغ الأهداف اللي نحن نطلعها فيها بإذن الله. معاليك، إذا تسمح لنا نرجع مثل ما يقولون للزمن الجميل، معاليك أنت يعني توليت مناصب قيادية من فترة ليست بالقريبة،
هناك تغيرات كبيرة شهدتها حكومة دولة الإمارات والدولة بشكل عام. الملفات اللي كانت تتولاها الحكومة سابقا ليست نفس الملفات والمسؤوليات اللي تتولاها حاليا. نبغي نسترجع مع الشباب التحديات اللي كانت تواجه دولة الإمارات سابقا، وكيف قدرنا بعزيمة وأصرارة قادتنا الله يحفظهم التغلب عليها للوصول لما وصلنا إليه الحين. يمكن أنا يعني في مرحلة الشباب اللي أنتوا الحين حاليا فيها شفت بعض من ملامع الصعاب. الحقيقة اللي اليوم نحن علينا أن نفتخر فيها، كنت أشوف شوارع غير معبدة، كنت أشوف طريق يوصلك من دبي إلى أبوظبي طريق واحد لاين تمشي بسيارة فيه، واللي قبلي كانوا يشوفون أشياء صعبة، كانوا يقولون يروحون طريق موازي إلى البحر وبصعوبة. اليوم الحمد لله يعني دولة الإمارات وجود قيادتها وجود أيضاً مسؤولينها والمخلصين فيها أصبحت تملك من أفضل شبكة طرق موجودة في العالم. نحن كانت في السبعينيات كثير من الأبناء يعني ما يحصلون فرص تعليمية، ومن البنات أيضاً ما يحصلون فرص تعليمية للتعليم العالي داخل الدولة، يروحون برا. اليوم نحن يمكن نملك يعني أكثر عن يعني 100 جامعة ومعهد متخصص وكلية. هذا بفترة زمنية يعني هناك كان في عمل وفي جهد وفي تغلب على الصعاب، وأصبحت اليوم المدن اللي عندك مدن نموذجية فيها كل المرافق والخدمات والطرق وغيرها. فالصعاب اللي كانت موجودة في قبل 40 سنة كانت يعني من الصعب الإنسان اللي يتخيلها، فنحن اليوم في أمر أسهل وفي أمر الحقيقة يعني علينا نتحلى بقيم تستطيع تخلينا نواكب العصر ونسابق في الزمن ونسابق أيضاً الآخرين، ونتطلع لما تتطلع لقيادتنا ويتطلعون لشعبنا أن نوصل إلى الفضاء، نوصل إلى المريخ. فأعتقد أن بمقدور الشعب اللي قدر يقطع هاي 40 سنة بهالمستوى يستطيع بالشباب الواعد أن يقدر يوصل إلى مرحلة أخرى إلى الفضاء وإلى مرحلة القادمة. أكيد معاليك، في نفس الإطار هذا التعليم كان سابقا هناك تخصصات معينة يعني تسد حاجات السوق وما إلى ذلك. اليوم نحن نتحدث عن تخصصات مستقبلية تذهب بنا إلى الفضاء، نتحدث عن الطاقة البديلة، نتحدث عن تخصصات يعني ما كانت مطروحة أبدا في الفترة السابقة، وأنت توليت معاليك ملف التعليم يعني من خلال وزارة التربية والتعليم. اليوم تنصح الشباب اتجاه إلى التخصصات التقليدية، منها يمكن تكون الطب أو التخصصات المستقبلية مثل الفضاء والتكنولوجيا وما إلى ذلك. هذا البرنامج هو برنامج موجه صح؟ نعم. أنا من الناس اللي كنت يمون في التعليم أن يكون عندنا برنامج إرشاد. جميل. من المراحل المبكرة. مراحل مبكرة يعني يكون من المراحل الإعدادية فما فوق. والحمد لله أعتقد بتلك الفترة استعدتنا هذا البرنامج ونفذناه، وأوجدنا مرشدين في المدارس لإرشاد الطلاب والطالبات بالتخصصات اللي يطلبها اللي بها المجتمع. فأعتقد أن هذا الأسلوب لدور كبير في تعريف الأبناء بالمستقبل والتخصصات المطلوبة. اليوم أيضاً الأسرة أصبحت أسرة متعلمة وواعية وقارئة، الأب والأم متطلعين،
فأعتقد عليهم دور أيضا آخر غير عن دور اللي موجود في المدرسة آخر للإرشاد أن هذه التخصصات المستقبلية اللي موجودة وهذه التخصصات المستقبلية اللي إن إحنا نبغاها. المؤسسات أيضا ما في شك أن بعد عليها تلعب دور، يعني نجي والله إن مؤسسة صحية تقول والله هذه التخصصات الطبية اللي أنا أباها في المستقبل، تخصص هذا الطب في هذا المجال الدقيق أنا أباه، وأصبح اليوم عندنا نحن وضوح. وأعتقد عندنا بعض الدراسات اللي نحن يمكن كان ممكن نحن نعلنها هني في المنتدى، ولكن أنا أرجعتها إلى وقت قريب اللي هو Population Health. Population Health عندنا توصلت إلى أرقام، وين الزيادات وين عندنا عدد المتخصصين فيها نقصان، فبالتالي هذه الأرقام وهذه البيانات نستطيع منها أن نوجه الشباب نحن كهيئة صحة، ولكن أيضا في أدوار لجهات حكومية أخرى وجهات ومؤسسات تعليمية، الكل عليه أن يوجه الشباب بما يملكه من معلومات وبيانات بالواقع المستقبلي اللي موجود وأيضا هو احتياجاته الموجودة. جميل جدا معاليك، يعني قبل ما نختم رسالة توجهها للشباب، يعني الرسالة الذهبية اللي كأحد القدوات الإماراتية معالي حميد القطامي وأحد الموجهين، لو مثل هذه الفرصة أتيحت لك أنها تكون موجه لمجموعة كبيرة من الشباب، الرسالة الذهبية اللي توجهها لهم مثل ما قال صاحب السمو الشيخ محمد زايد ليكمل المسير يستلم الراية ويسلمونها للجيل القادم بحال أفضل. التعلم مدى الحياة، هذا مفهوم أنا أؤمن فيه وملتزم فيه، أنك عليك تتعلم مدى الحياة، طالما أنت على وجه هذه الأرض عليك تتعلم. فالشباب حتى شباب وغيرهم الكل عليه أن يتعلم، لأن كل يوم في جديد وكل يوم راح يكتسب معلومة أو معرفة، وبالتالي التعلم مدى الحياة هذه هي من القيم الأساسية اللي علينا نسلح فيها طول العمر حتى لو وصل لمنصب وزير أو التعلم مدى الحياة. شكرا لك معاليك، شكرا معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي على هذه الجلسة الملهمة، نتعلم منك الكثير ونعتبرك قدوة من قدوات دولة الإمارات، شكرا معاليك.